علي بعد الاكسبيرونس بتاع قفصه رجع للكلوب؟ والله كما تعرف ماهيش قفصه بركه، 2010 كنت في قفصه وتعامل ناول كنت في جورجيز وعم ناول في قفصة. ده الاكسبرينس باهية بالنسبة لي أنا، حسنت فيها روحي، خدمت على روحي، أمنت بإمكانياتي. الناس كل تعرف لي أنا مازلت سو كونترا مع الكلوب وقعدت نخدم على روحي، وكانت بارمي لوبجيكتيف تاعي لي أنا نخلط اليوم في المجموعة تاع النادي الإفريقي. الحمد لله لقيت ناس أمنت بيا، اليوم قاعد نخدم على روحي وإن شاء الله ربي يوفقني. النادي الافريقي جمعيه كبيره وانا متشرف ياسر اللي انا لابس ماريول. انت ولد قبل كل شيء، وذول هذه موتيفاسيون اكثر باش تخليك تحب تقلع بلاص، خليك وقت قد اكيد. يعني انا من 2004 في النادي الافريقي وعديت 6 ولا 7 سنوات قبل ما نمشي القفصة. جمعيتي نحس بها، ما نتصورش انا متربي في 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 بلاصه، هذه امي هذه يا بابا، دونك كيما عائلتي بالضبط. و انا الحقيقه اليوم فرحان ياسر ياسر اللي انا موجود في النادي الافريقي، باش نخدم على روحي، باش نقلع براسي بحول الله. خويا نتمنى لك كما يقولوا حظ كبير، وان شاء الله نروح مريو الكلوب وانت تلعب. عايش ربي يوفقك.